السلام عليكم. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الملك فيصل الأول قد قبل استقالة رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون، لأن هذا الأخير وجد أن حزبه لم يعد متماسكا داخل مجلس النواب، فقد ضعف وتشتت لدرجة أن الحكومة، حكومة السعدون، لم يعد بإمكانها تمرير مشاريعها داخل مجلس النواب أو الحصول على مساندته. وقد جاء هذا الأمر، جاءت هذه الاستقالة متناغمة مع رغبة الملك فيصل الأول الذي لم يكن ضد السعدون، ولكنه كان يريد وزارة قوية يساندها مجلس نواب أو برلمان متين لكي يتمكن من الوقوف أمام البريطانيين الذين يمانعون في منح العراق استقلاله ودخول عصبة الأمم. بعد استقالة السعدون كلف الملك فيصل الأول مندوب العراق الدائم في لندن جعفر العسكري، وهو قريب من الملك، كلفه بتشكيل الوزارة ودعاه إلى العودة إلى العراق بعد أن وجد أن لا ياسين الهاشمي ولا رشيد علي الجيلاني بإمكانهما أن يشكلا الوزارة وهما من أقطاب المعارضة. وهكذا تمكن جعفر العسكري من تشكيل حكومة ائتلافية ضمت قطبي المعارضة ياسين الهاشمي ورشيد علي الجيلاني يوم 20 تشرين الثاني 1926. كانت هذه الوزارة مؤلفة أو تمثل جميع الأحزاب والتجمعات البرلمانية. تألفت الوزارة من 3 وزراء، من حزب التقدم واثنان من حزب الشعب واثنان من حزب الوسط ومستقل واحد، وأصبح رشيد علي الجيلاني وزيرا للداخلية وياسين الهاشمي وزيرا للمالية. ولذلك استقال الجيلاني من رئاسة مجلس النواب وانتخب بدلا منه رئيس الوزراء المستقيل عبد المحسن السعدون رئيسا للمجلس. ويبدو أن هذه التسوية قد كانت بترتيب الملك فيصل. من جانب آخر، استقال السعدون من رئاسة حزب التقدم الذي كان منزعجا منهم بعد أن أصبح رئيسا لمجلس النواب. وفي الأول من كانون الأول 1926 انتخب رئيس الوزراء الجديد جعفر العسكري رئيسا لحزب التقدم بالإجماع، مع أنه كان قد انضم هو ووزير دفاعه نور السعيد إلى الحزب بعد 3 أيام فقط من تشكيلة الوزارة. هكذا أصبح حزب الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء جعفر العسكري الذي يعتبر من أعوان الملك، وبالتالي فإن الملك قد أصبح نفوذه على مجلس النواب أيضا، لأن حتى المعارضة في مجلس النواب أصبحت جزءا من الحكومة بعد أن أصبح رشيد علي الجيلاني وياسين الهاشمي وزراء في الوزارة، وأصبح عبد المحسن السعدون رئيسا للبرلمان. يعني طبعا الملك فيصل الأول ورئيس وزراء العسكري قرر استثمار هذه الحالة في قضيتين رئيسيتين. الأولى محاولة تشريع قانون الدفاع الوطني، أي قانون فرض التجنيد الإلزامي، والقضية الثانية هي تعديل المعاهدة واتفاقياتها، مما أدى إلى اصطدامهما بالمندوب السامي البريطاني الذي يعني بنتيجة هذا التماسك في القوى التي تحكم، سواء الملك أو رئيس الوزراء أو البرلمان، أصبح بإمكان هذه القوى الوطنية مواجهة المندوب السامي لدرجة أنه بدأ يتجاهلانه. يعني بدأوا يتجاهلون المندوب السامي في كثير من القرارات، مما دفع وكيل المندوب السامي، لأن كان المندوب السامي بإجازة، إلى التوصية بخلع الملك فيصل من العرش هو وأعوانه.
سارت الحكومة الائتلافية في خط معاكس لرغبات السلطة البريطانية، وقد بلغ الخلاف أوجه عندما شرع الملك فيصل وحكومته في تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي كخطوة أساسية لتحقيق استقلال العراق عند دخوله عضوا في عصبة الأمم. وتمادى الملك فيصل وجعفر العسكري في سياساتهما إلى درجة أنهما أهملا الرجوع إلى المندوب السامي وكالة بوردلن لأخذ رأيه في كثير من القضايا، مما دفعه إلى الطلب من حكومته إقصاء الملك فيصل وجعفر العسكري ونور السعيد من العراق. وقام بإثارة النزاعات العشائرية والعنصرية ضد قانون التجنيد الإلزامي، فنجح في إضعاف موقف الحكومة تجاهه. المندوب السامي وكالة أبلغ رئيس الوزراء جعفر العسكري أن طبعا أبلغ في رسالة رسمية أن الحكومة البريطانية لا تؤيد، شوف من هذا المنطلق إجبار الشعب العراقي على تجنيد أبنائه في الجيش بالإكراه، لأن العشائر العربية والأكراد لا يؤيدون تشريع هذا القانون، يعني هذا العذر معلوم. وعليه طلب المندوب السامي من جعفر العسكري، قال له انت اذا تقدم لائحة التجنيد الإلزامي الى البرلمان عليك ان تعلن في مجلس النواب عند تقديم القانون ان الحكومة البريطانية ليست مستعدة لإسناد الحكومة العراقية في حالة اصرارها على اقرار قانون التجنيد الإلزامي من قبل مجلس النواب، وان القوات البريطانية اللي موجودة في العراق لن تقف مع الحكومة العراقية اذا حصلت معارضة مسلحة ضدها. لم يأبه يعني لا وزارة العسكري ولا الملك فيصل الأول لهذه التهديدات، ورفعت لائحة التجنيد الإلزامي إلى مجلس النواب لتشريعه. ومما جاء في الأسباب الموجبة لهذا التشريع، إن تطبيق الخدمة العامة سيتيح لنا الحصول على جيش حديث تتوفر فيه جميع العناصر الصالحة المطلوبة، لأنه سيفتح باب الاشتراك في الدفاع عن البلاد أمام جميع أفراد الشعب. إن دولة العراق الحديثة ذات حدود شاسعة مكشوفة ومحاطة بجيران أقوياء، ولما كان لدولتي تركيا وفارس المجاورتين جيشان قويان منظمان، فإنه من الضروري أن يعد العراق جيشه المقبل للوقوف بوجه أحدهما في حالة اعتدائه على حدود العراق. تحرك المندوب السامي لإفشال هذا المشروع، مشروع قانون التجنيد الإجباري، من خلال العشائر، يعني ذهب إلى رؤساء العشائر وأخبرهم بأن سلطتهم المركزية ستضعف إذا أقر هذا المشروع، لأن الكل سيجندون عند الدولة المركزية. وأيضا اتصل ببعض الزعامات الكردية ليخبرهم أن هذا المشروع سيؤدي بهم لأن يصبحوا تحت سلطة أو نفوذ العرب. ولذلك نشوف ثارت ضجة ضد هذا القانون، مضطر الملك فيصل الأول ينسق مع رئيس الوزراء لكي يؤخر موضوعه أمام البرلمان
والى الحين تعطيل المجلس النيابي، فكانت هذه طبعا ضربه موجعه الى جعفر العسكري والملك نفسه. القضيه الاخرى التي اضعفت وزاره العسكري الائتلافيه هي موضوع تعديل المعاهده والاتفاقيات الملحقه بها، وفقا لتوصيه طبعا المجلس التاسيسي ووعود بريطانيا والتي بقيت طبعا تماطل في تنفيذها. توصية المجلس التأسيسي في حينها كانت موجهة إلى الملك نفسه حين اشترطت بالقول يوصي المجلس بأن جلالة الملك يصدق المعاهدة والبروتوكول والاتفاقيات على أن يدخل جلالته بعد هذا التصديق فورا في المفاوضات مع الحكومة البريطانية لأجل الحصول على التعديلات المقترحة من قبل لجنة المجلس. إذن أصبح الملك فيصل ملزما بمتابعة الموضوع وتنفيذه اعتمادا على حكومته، لكنه كما نعرف واجه مراوغة وعقبات وأعذار كثيرة من قبل البريطانيين كما لاحظنا في الحلقات السابقة. يعني أجبر العراق عندما أعيدت إليه ولاية الموصل أن يعيد تمديد المعاهدة من 4 سنوات إلى 25 سنة بحجة أن العصبة الأمم تريد ذلك، بعد أن كانوا قد خلصوها 4 سنوات لكي يمهدوا أو يسهلوا عملية انتخابات المجلس التأسيسي. استمروا يماطلون رغم كل ضغوط الملك فيصل ومطالبته لهم بتعديل المعاهدة وملاحقها وفقا لتوصية المجلس التأسيسي ووعود المندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس وخليفته هنري دوبس، إلى أن تشكلت وزارة جعفر العسكري الائتلافية والتي ضمت جميع القوى بناء على رغبة الملك لمواجهة بريطانيا بعزم وثبات، خصوصا وأن رئيس الوزراء جعفر العسكري هو صاحب المقترح في المجلس التأسيسي، هو الذي قدم التوصية التي قبل بها المجلس التأسيسي عندما كان عضوا فيه ورئيسا للوزراء آنذاك. فشكلت وزارة العسكري الائتلافية الجديدة شكلت لجنة لغرض إجراء التعديلات على المعاهدة وملاحقها، أيضا واجهت تعنت من الجانب البريطاني وعدم استعداده لقبول وجهة النظر العراقية. شهد عام 27 و900 ألف جهودا جدية من قبل الملك فيصل وحكومته لتقوية سلطتهم، وبدأوا بإهمال سلطة المندوب السامي البريطاني الذي اشتكى عدة مرات إلى لندن من أن الحكومة العراقية التي تمتلك الأكثرية في مجلس النواب تعمل بناء على أوامر الملك فيصل الذي يشجع المعارضة ويناصب الحكومة البريطانية العداء السافر حسب قوله. واتهم الحكومة العراقية بأن سعيها لفرض قانون التجنيد الإلزامي في العراق يرتبط بأحلام الملك فيصل ورئيس الوزراء جعفر العسكري ووزير الدفاع نور السعيد بتأسيس إمبراطورية عربية، بينما كان الملك وحكومته يريدون من التجنيد الإلزامي وسيلة لتقوية الجيش العراقي من أجل مساندته للملك وللحكومة في تحقيق الاستقلال التام وانسحاب القوات البريطانية من العراق. ولذلك كان الوزير العراقي المفوض في لندن إمزاحم الباتشاتشي يقول للحكومة البريطانية أن مندوبها السامي في بغداد لا ينقل إليها آراء الحكومة العراقية بشكل صحيح. وسط هذه الأجواء المشحونة كتب العسكري إلى الملك فيصل الأول في شهر آيار 1927 يقول أن الوقت قد حان لإنهاء المسائل العالقة بيننا وبين بريطانيا لتحقيق استقلال العراق التام، ولهذا لابد أن تجري المفاوضات مع البريطانيين في أجواء يمكن التوصل فيها إلى نتائج سريعة، إلا أن المندوب السامي
لا يوفر هذه الأجواء. طبعا وصلت النتيجة أنه جعفر العسكري اشتكى إلى لندن على المندوب السامي البريطاني وهددهم بالاستقالة، وكتب رسالة مطولة إلى الملك فيصل شرح فيها مسيرة مفاوضات المعاهدة، التعنت البريطاني غير المبرر لتعديلها، وأصبح من المستحيل إلا ما عاد هناك مجال لحلها عن طريق المذكرات والمراسلات التي لا تستند إلى أسس تمهيدية يتفق عليها الطرفان. وأوضح أن إعداد لائحة تجنيد الإلزامي من قبل حكومتي، إحنا قال حتى التجنيد الإلزامي عندما عدينا لأنه نتيجة لتصريح بريطانيا بضرورة تولي العراق مسؤولية حفظ الأمن في الداخل والدفاع ضد العدوان الخارجي. وأضاف: أن اختلاف الآراء في قضية التجنيد بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية وتسرب خبر هذا الاختلاف إلى أفواه العامة بناء على التردد والتأخير في عرض لائحة قانون الدفاع الوطني على مجلس الأمة، وعدم التقدم في تحقيق رغبات الشعب العراقي، وعدم وضوح طبيعة الاستشارة التي يقدمها المندوب السامي، كل ذلك دعا الوزارة إلى تقديم استقالتها إلى جلالتكم. لم يفاجئ الملك بالاستقالة، لأنه أصلا كان ينسق مع رئيس وزرائه جعفر العسكري للضغط على البريطاني. لكن على أثر هذه الاستقالة الملك دعا إلى اجتماع يحضر المندوب السامي البريطاني، رئيس الوزراء جعفر العسكري، وزير الدفاع نور السعيد، ووزير الداخلية رشيد علي الجيلاني، ووزير المالية ياسين الهاشمي، اللي هم ذولا أقطاب أصلا بالحكومة وبالبرلمان. وفوجئ المندوب السامي البريطاني هنري دومس برغبة رئيس الوزراء العسكري، قال لأني أريد أنشر استقالتي وأسبابها، والأسباب التي وردت في الاستقالة أريد أنشرها، اللي وجهها في رسالته إلى الملك اللي أريد أنشرها إلى الرأي العام. فاعترض المندوب السامي لأنه هي بها إدانة لبريطانيا، قال لهم خلوني أفاتح حكومتي بالمطالب العراقية مقابل عدم نشر الرسالة. ولما كان هدف الملك طبعا والوزراء وتحريك الموضوع فقد وافقوه على ذلك مقابل رفض الملك استقالة الوزارة، ووجه الملك الرسالة التالية إلى رئيس الوزراء العسكري: بغداد في 30 أيار عام 1927. عزيزي جعفر باشا، أخذت كتابكم المرقم 2059 والمؤرخ في 25 أيار عام 1927، وفيه تقدمون استقالة الوزارة لأسباب عديدة لا يسعني إلا أن أقدر ما لها من الأهمية، وأشارككم وزملائكم فيما يتوقف عليها من نتائج خطيرة في حياة المملكة. ولكن لما كنت واثقا بأن حليفتنا العظمى ستنظر إلى تلك الأسباب بنظر الاعتبار والعطف وتساعدنا على فصلها بصورة ملائمة لمصالحنا المشتركة، فقد رأيت من الضروري في مثل هذه الظروف أن أسألكم وزملائكم الدوام على أعمالكم بروح الأمل القوي وبنفس الإقدام والنشاط اللذين أعهدهما فيكم جميعا. فيصل. في لندن لم يمر الموضوع مر الكرام، بل إنه أثار الحكومة البريطانية الحقيقة، وبالذات مسألة تهديد رئيس الوزراء جعفر العسكري بأنه سينشر رسالته إلى الملك في الصحف احتجاجا على السياسة البريطانية في العراق. فوزير المستعمرات أرسل رسالة إلى المندوب السامي ببغداد طلب منه إبلاغها إلى الملك ورئيس الوزراء، قال فيها أنه تلقى الموضوع باستغراب، لأن النشر مثل هكذا أمور سيثير الرأي العام في أوروبا والعراق بشكل لا يخدم العراق حسب رأيه، وأبدى استياء من تفكير الوزارة بالقيام بمثل هذا العمل.
وتضمنت الرسالة نوعا من المرونة. أنا بدأ يعني لما وجدوا هناك ضغط من الوزارة وتماسك أبدوا نوع من المرونة بالقول أنه ممكن أن نبدأ مباحثات جديدة بهذا الشأن. ومما جاء في هذه الرسالة إن الحكومة البريطانية تقدر الصعوبات التي تواجهها الحكومة العراقية في سبيل تأمين قبول مجلس الأمة العراقي لائحة الدفاع الوطني، فيما لو صرحنا علانية لمجلس الأمة العراقي أن القوات البريطانية لن تساعد الحكومة العراقية في تنفيذ هذا القانون، ولذلك نحن مستعدون لعدم التصريح بذلك، لكننا في الوقت نفسه لن نسمح لقواتنا البريطانية بإرغام الشعب العراقي على الانخراط في الجيش على قاعدة التجنيد الإجباري. أما عن دخول العراق عصبة الأمم فإنه قد يحصل بعض التأخير. على أي حال وجدت الحكومة البريطانية أن أفضل حل لإنهاء مشكلة المعاهدة، تشوفون إحنا يعني طيل فترة حكم فيصل الأول مشكلته أنه يريد يجعل العراق دولة مستقلة. العراق لا يمكن أن يكون دولة مستقلة إلا أن يدخل عصبة الأمم عضوا فيها. يدخل عصبة الأمم يجب أن تبدل المعاهدة، لأن المعاهدة بها بنود الانتداب. ولذلك البريطانيين وجدوا أنه أفضل حل أنه تنقل المباحثات من بغداد إلى لندن، المباحثات لتعديل المعاهدة بشكل اللي يأمن استقلال العراق، وأن يشرف عليها الملك فيصل نفسه بحضور وفد عراقي برئاسة رئيس الوزراء جعفر العسكري. وأبلغت الملك فيصل بالأسس التي ستقوم عليها هذه المباحثات للوصول إلى استقلال العراق ودخوله عصبة الأمم. في الوقت نفسه أبلغت الملك فيصل أنها، هنا بيت القصيد، لا يمكنها ترشيح العراق إلى عضوية عصبة الأمم عام 1928، هاي الأربع سنوات دائما اللي وردت في المعاهدة وفقا للمعاهدة لأنه كل أربع سنوات، ولكنها يمكنها أن ترشحه في نهاية الأربع سنوات القادمة، أي في عام 1932، لأن العراق ما زال غير مؤهل ليكون دولة مستقلة لأسباب عدة، منها تثبيت حدوده مع الدول المجاورة. ولكنها في الحقيقة ليس هذا السبب، يعني السبب الرئيسي هو التوصية التي أرسلها إلى حكومته المندوب السامي البريطاني في العراق، والتي يقول فيها أن التمديد إلى عام 1932 أربع سنين إضافية أخرى سيقدم فائدة كبيرة للحكومة البريطانية وفرصة كافية لتتمكن من وضع الترتيبات لتحافظ على مصالحها الاستعمارية في العراق، وقد قبلت الوزارة البريطانية هذا المقترح. أما بالنسبة إلى تعديل المعاهدة وملاحقها فقد اعتقدوا أن استكمالها في لندن قد يؤدي إلى نتيجة ترضي الطرفين. تشعر حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنه قد يكون من الملائم أن يكون جلالتكم في أثناء المباحثات على مقربة منها، بحيث نتمكن من استشارة جلالتكم فيما يظهر من النقاط، وعليه إذا فكرتم جلالتكم في زيارة أوروبا هذا الصيف أو أن تكونوا في مكان قريب من لندن، فالحكومة البريطانية ترحب بوجود جلالتكم للبحث في المسائل معكم شخصيا. طبعا كان لابد من وجود عذر لسفر الملك، لأنه أصلا الملك ما له علاقة بالمباحثات، هو يعني وفقا للدستور يعني مرسوم غير مسؤول، وليس من شأنه الدخول في هذه التفاصيل الصغيرة اللي تخص الحكومة. ولذلك تقرر سفره على أساس أنه يريد يجري فحوصات طبية في أوروبا، فكتب رئيس الديوان رستم حيدر إلى مجلس الوزراء يطلب تخصيص مبلغ لتغطية نفقات الملك في سفره
لأنه أصلا بالديوان ماكو مخصص، لا توجد مخصصات للسفر. فقرر المجلس، مجلس الوزراء، صرف مبلغ 2000 باوند شهريا له من أجل تغطية نفقاته، فقط 2000 باوند. سافر الملك على أي حال إلى أكسليان في فرنسا، لأنه مرضه يكون موجود قريب في لندن، وغادر من بعده وكيل المندوب السامي البريطاني ليلتحق بالمندوب السامي في لندن، وأيضا غادر إليها رئيس الوزراء جعفر العسكري في 5 أيلول 1927، وصدر البيان التالي: انتهت المكاتبات التي كانت دائرة بين الحليفتين منذ زمن غير يسير على أساس المذاكرة لتعديل المعاهدة العراقية البريطانية والاتفاقيات الملحقة بها. وقد سافر رئيس الوزراء إلى أوروبا مزودا من الحكومة العراقية بالسلطة التامة للقيام بهذه المهمة، وتعرب الحكومة العراقية عن ثقتها من أن المفاوضات ستسفر عن نتائج مرضية للشعب العراقي بالنظر إلى ما أبدته الحليفة من التساهل للبر بالوعود المقطوعة. وانضم إلى رئيس الوزراء وزير العدلية رؤوف تشادرتشي اللي كان في إجازة في أوروبا، ووزير العراق المفوض في لندن مزاحم الباتشيش، ليكونوا الوفد المفاوض. وافتتحت المفاوضات رسميا في فندق الهايت بارك في لندن في 25 تشرين 1927، وجرت على أساسين: الأول إمكانية إدخال العراق عضوا في عصبة الأمم عام 1928 ليصبح دولة مستقلة، والثاني تعديل الاتفاقيتين العسكرية والمالية الملحقتين بالمعاهدة بما يتفق، وأمان العراق والعهود التي قطعتها بريطانيا للحكومة العراقية. ولكن بالنسبة لإدخال العراق عصبة الأمم، أصر الجانب البريطاني على أن إدخال العراق عضوا في عصبة الأمم في عام 1928 سابق لأوانه، وادعوا أنه ليس من مصلحة العراق في شيء، ولذلك من الأفضل تأجيله إلى عام 1932. أما المعاهدة فقد اقترح الوفد العراقي عقد معاهدة جديدة وتعديل الاتفاقيتين العسكرية والمالية تعديلا محسوسا. وعندما أعد الجانب البريطاني مسودة المعاهدة الجديدة استجابة لطلب العراق، وجد الجانب العراقي أنها لا تختلف عن سابقتها بشيء إلا ببعض التفصيلات. ما يعني البريطانيين ما يجاوبون، ولم يتم تعديل الاتفاقيتين العسكرية والمالية وهما عقدة الخلاف. وهكذا تعثرت المفاوضات، وكان لابد من الرجوع إلى الملك فيصل. فسافر ضابطان بريطانيان من أعضاء الوفد وكذلك مزاحم الباتشيشي ممثل العراق في لندن، سافروا إلى الملك أخبروه بالموقف، فاضطر الملك إلى المغادرة والمجيء إلى لندن. وفعلا من وصل لندن وجد أن هناك صعوبة جمة تحول دون التوصل إلى تفاهم بين المتفاوضين. ألح الوفد العراقي على تعجيل إدخال العراق عصبة الأمم، فأجابه الوفد البريطاني أن حالة العراق لا تسمح بذلك، وطالب الوفد إطلاق يد الحكومة العراقية في إدخال التجنيد الإجباري بغية إنشاء جيش عراقي جديد قوي يعتمد عليه في الدفاع عن البلاد. فأجاب الوفد البريطاني إنه ليس من صالح العراق أن يفرض نظاما ينفر منه الأهلون ولا يميل إليه إلا نفر مثقف محدود. وهكذا وصل رئيس الوزراء جعفر العسكري إلى قناعة بأن المفاوضات لن تصل إلى نتيجة، فضاق بها ذرعا وقاطعها وغادر لندن عائدا للعراق، وبعد شهرين من المفاوضات العقيمة مع البريطانيين. مغادرة رئيس الوزراء جعفر العسكري لندن كانت بعلم الملك فيصل اللي هي نفسه للعودة إلى بغداد والآخر. ف
فأقامت له وزارة المستعمرات والخارجية مأدبة بهذه المناسبة. حضرها عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، يتقدمهم وزير الخارجية تشمبرلين ووزير المستعمرات وينستون تشرشل. دار الحديث عن المفاوضات وأسباب إخفاقها، فتحدث الملك فيصل مع تشمبرلين وتشرشل بإسهاب، وأخبرهما أن العراق يود أن يكون صديقا مخلصا لبريطانيا، يعني هاي بلا شك، وهو يشكر وقوفها إلى جانبه، لكنه وبكل صراحة يستغرب من موقفها المتعنت من مطالب العراق المشروعة. وعليه فإنه، أي الملك فيصل، يفضل العودة إلى بلاده. قال لهم أنا أفضل العودة إلى بلادي صفر اليدين، بدلا من أن أحمل معي معاهدة لا تختلف بشيء على التي سبقتها، بل هي دونها في بعض الأمور. طبعا يبدو أن حديث الملك كان له تأثيره، فقد تقرر إخراج المفاوضات، ولازم نخرج المفاوضات من وزارة المستعمرات، نشكل لجنة من وزارة الخارجية، وزارة المستعمرات، وأيضا شخص يمثل البرلمان البريطاني للتفاوض على أسس جديدة. بس قالوا للملك نأجل موضوع مناقشة الاتفاقيتين الملحقتين إلى وقت آخر. أبدأ الملك مرونة، قالوا له أكو عبارة أنت مصر عليها وهي الاستقلال التام للعراق، ارفع كلمة التام، خليها فقط استقلال لحين دخول العراق عصبة الأمم. فهذه أقنعت الحقيقة، وقالوا له أي شيء آخر أنتم تريدوه إحنا مستعدين. يعني أبدأوا مرونة وأبدأوا تنازل، ومع هذا بعض الأمور أبقوها كما هي. فأبرق الملك فيصل إلى جعفر، جعفر كان بالطريق راجع إلى بغداد إلى العراق، قال له ارجع اقطع سفرتك وارجع إلى لندن لتوقيع المعاهدة على الأسس التي اتفقت عليها مع البريطانيين، وكتب له رسالة مطولة أملاها على رستم حيدر، وكتبها رستم حيدر شرح فيه الأمر ومما جاء فيها. في اليوم الثاني من سفرك كنت مدعوا على الغداء لدى وزير الخارجية تشمبرلين، وقد أبدى تشمبرلين أسفه من توقف المباحثات وتكدره من عودتي بهذه الصورة ورغبته في حل الخلافات في الرأي، فشكرته وأجبته بأني أشعر بتأثير ربما يكون أكبر مما يشعر به هو، لأن المسألة لها علاقة شخصية بي أنا كملك للعراق، ولم أكن السبب في توقف المباحثات بل الموقف البريطاني منا. كان تشرشل ينصت باهتمام وطلب مني أن أزوره لتناول الشاي في بيته بعد الغداء، وعند لقائنا أبدى رغبة صادقة وحماسة لاستئناف المفاوضات وحل المشكلة، وقد استجبت لطلبه بحذف كلمة التام وتأجيل المذكرات بشأن الاتفاقيتين المالية والعسكرية إلى بغداد بشرط أن تقبل نظرتي في باقي المواد، فوافقني الرأي. وأضاف الملك في رسالته: لا شك يا جعفر أن هذه الموافقية ما كنا نتصورها، وإن الله معين لنا. نعم إننا كنا نرغب أن نأخذ أكثر من هذا، ولكن ما العمل؟ فقد جاهدنا حتى النهاية ولم يبق لدينا غير أن نقاتل. الحمد لله عدلنا المعاهدة تعديلا ما كان أحد يتصوره، وإن كنا لم نأتي بالاستقلال التام الناجز، ولكن أتينا بتعديل شريف قدر الإمكان، وأنا أعتقد أن تصميمنا بهذه الصورة وعودتك خففت من غلوائهم، ولولا ذلك لما تنازلوا عن شيء. استجاب جعفر العسكري لطلب الملك فيصل وعاد إلى لندن ووقع المعاهدة الجديدة، ومن بعد ذلك عاد إلى بغداد في نهاية عام 27 ليجد أمامه. طبعا الملك غادر لندن، قال له أنا راجع إلى بغداد، أنت ترجع توقع المعاهدة وفق الأسس اللي اتفقت عليها، وهذا اللي نقدر عليه، بعد ما نقدر أكثر من هذا. لكن جعفر العسكري لما رجع إلى بغداد وجد الأمور غير شكل. اولا وزير الداخليه ووزير الماليه، وزير الداخليه الجيلاني ووزير الماليه ياسين هاشمي استقالوا،
احتجاجا على تأجيل موضوع المعاهدتين الاتفاقيتين الملحقتين بالمعاهدة، واحتجاجا أيضا على المعاهدة نفسها لأنها لا تختلف في شيء عن سابقتها. وبذلك يعني لما يستقيلون أقطاب المعارضة، يعني انهار الائتلاف، انهارت الوزارة اللي المندوب السامي البريطاني أيضا لم يكن راغبا ببقاء العسكري، لأنه أصلا كان ند له في مفاوضات لندن، فأصبح على طرفي النقيض، ولم يكن من بد أمام جعفر العسكري غير أن يستقيل. فما الذي حدث بعد أن استقال جعفر العسكري؟ ولماذا انتحر عبد المحسن السعدون؟ ذلك ما سنراه في الحلقات القادمة.